في شأن آخر مشاهدينا الأعزاء، تستمر مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الكشف وعلاج الأمراض المزمنة. الزميل محمد أبو عيطة أجرى لقاء مع الدكتورة ريهام عزمي مدير عام منطقة مصر القديمة الطبية حول المبادرة، نتابع. نعم، من بين كل المبادرات التي يعني تقدمها المراكز الطبية هنا في منطقة مصر القديمة من خلال 4 من المراكز الطبية المتخصصة والتي تفتح أبوابها يومياً لاستقبال المواطنين لقياس السمع بالنسبة للأطفال ولمتابعة صحة الأم والجنين، وأيضاً المبادرات الصحية الخاصة بالمرأة والخاصة بالكشف عن كل الأمراض، تكتسب أيضاً مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي أهمية خاصة هنا في هذا الحي شديد الكثافة السكانية. مدير منطقة مصر القديمة الطبية الدكتورة ريهام عزمي تنضم إلينا الآن، برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ محمد. لو حضرتك يا فندم تعطينا بعض التفاصيل عن استمرار العمل في إطار هذه المبادرة، مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. المبادرة دي بادئة عندي من شهر 9/2020 ومستمرة لحد الآن. احنا بنكشف على جميع المواطنين ضغط وسكر، وبنشوف اللي عنده ضغط اساسا هو بيتعالج، اللي جاي واكتشفنا ان هو عنده ضغط نعمله زيارتين متتاليين بينهم 3 ايام، بعدها بنبتدي نعمله تحويل على المستشفى التابع لمنطقه مصر القديمه الطبيه اللي هي مستشفى دار السلام العام. من هنا بنبتدي ان احنا نعرف بقى ياخد علاجه وبعدين يجي يتابعنا بقى ونعمل له تحاليل هناك. الجديد بقى النهارده ان احنا كان احنا بندي كل مريض كارت زي ده بالرقم القومي، بيتم كتابه فيه الضغط والسكر وبيتم المتابعه بالكارت ده باستمرار، بحيث ان لو في حاجه استجدت عليه. احنا كنا الاول ما كانش فيه لسه اجهزه الاعتلال الكلوي نزلت، الحمد لله جميع المراكز الطبيه تم تسليمها الاجهزه وتم تدريب الفريق الطبي عليها، وهنبتدي العمل بيها ان شاء الله قريبا جدا، يعني خلال ايام قليله باذن الله. يعني قد ايه شايف حضرتك انه ده يعني بيؤشر ايضا لمرحله جديده من وقايه المواطن المصري بشكل عام من مشاكل كلويه كانت لا تزال وكانت منتشره خلال العقود الماضيه وادت ايضا لامراض كثيره وخاصه الفشل الكلوي؟ توجه الدوله من الاول كان على القضاء على حاجتين منتشرين جدا جوه المواطن المصري عندهم، يعني الفيروس سي، واحنا الحمد لله بالحمله اللي هي القوميه قضينا عليه. كان باقي ان احنا نقضي على الفشل الكلوي اللي بيجي اساسا من طول وجود الضغط والسكر، وفي ناس كتير قوي بتبقى ماشيه مش متخيله انها عندها لا ضغط ولا سكر. فطبعا المبادره دي خلت اللي ما كانش المواطن اللي ما بيكشفش لا بيجي وعارف انه هيتعالج ببلاش وبكل حاجه هيعملها على حساب الدوله، فحتى لو ثبت ان جاله فشل كلوي هيتعالج على حساب الدولة، مين يعني يرفض حاجة زي كده؟ فدي حاجة سهلت كتير حاجة للأمور كتير للمواطنين. هل حضرتك تقدري تعطينا نسبة إقبال تقريبا، هل هي متوسطة ضعيفة شديدة؟ طبعا الأول كانت الإقبال شديد جدا، ابتدت طبعا موضوع كورونا ابتدت إحنا نفسينا بنقلل الأعداد وفي من الإجراءات الاحترازية اللي إحنا بنعملها، فبالتالي الحاجة دلوقتي بقت الأعداد متوسطة عن الأول، ما بقتش بنفس الكثافه اللي هي كانت موجوده قبل كده، بس هتزيد ان شاء الله. واحنا بندعو المواطن من خلالكم ان احنا ان شاء الله اول ما يبتدي الاجهزه بتاعه الاعتلال الكلوي تشتغل الكل يجي تاني، علشان احنا اللي عنده ضغط او سكر او اللي هيتم اكتشافه هياخد العلاج ببلاش كفشل كلوي. يعني اعمار يا فندم المواطنين اللي يستطيعوا انهم يشاركوا في هذه المبادره؟ من 18 سنه لما فوق، يعني لان وارد جدا ان احنا يبقى في شاب عنده سكر، واحنا عارفين كلنا ان في تلازم دايما ما بين الضغط وبين السكر. فيعني الحقيقه مبادره مفيده جدا جدا جدا، لان احنا كلنا ما بنروحش لاي دكاتره الا عن طريق الاجبار. تقريبا يا دكتور المواطن بياخد قد ايه وقت لحد لما يحصل على هذا الكارت وعليه كل البيانات المدونه عليه؟ ما فيش، هو مجرد ما بيدخل العياده بيتقاس له الضغط وبيتعمل له بالشرايط السكر موجوده، في ساعتها بيتم الاثبات خلال ربع ساعه بيكون خارج بره، مش بيتاخر الحقيقه.
وبعد كده حضراتكم بتعطوه هذا الكارت المتابعه. ده الكارت ده معاه وبيجي بيه للمتابعه علشان واللي كان واخد قبل كده كارت هيجي بيه تاني عشان نعمل له التحاليل بتاعه الكلى. اول ما هنبتدي ندعي الناس على يعني احنا هنقوم بشغل بالاجهزه اللي تم توسيعها. شكرا جزيلا دكتور ريهام عزمي مدير منطقه مصر القديمه الطبيه، وهذه فرصه سانحه ومجانيه ويستطيع كل مواطن ان يشارك فيها فيما فوق ال 18 عاما كما اوضحت لنا دكتور ريهام في هذه المبادره للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وايضا عن كل الامراض غير الساريه والمزمنه. شكرا لزميل محمد ابو عيطه وضيفته الكريمه على كل هذه التفاصيل.